ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنتكلم النهارده على توقعات يوم 13 اغسطس لعام 2022. مبدئيا يوم 13 يوم مهم كتير للابراج المائيه، برغم انتقال الزهره من برج السرطان لبرج الاسد، الا ان القمر وجوده ببرج الحوت هنا بيطعم الابراج المائيه سواء السرطان، الحوت، العذراء، العقرب بايجابيات بتقدم. وكمان مجموعه الابراج الهوائيه هيكون عندنا تحسن حلو كتير خلال اليوم. فاذا خلونا ندخل في الموضوع ونحكي على كل برج من توقعاته ليه خلال اليوم والنصائح الخاصه باليوم. نبدا ببرج الحمل. برج الحمل انت من اول الابراج اللي لازم تخلي بالك كويس جدا. وجود القمر ببرج الحوت هنا ده في معاكسه شديده جدا ليك. خلي بالك كتير انك تدخل في عداءات مع الاخرين، خلي بالك انك تدخل ببدايه شيء، يعني ما تبقاش تبتدي مشروع، تبتدي قرار، انك تكون متسرع بقرار، متسرع بتصرف. هنا التسرع هيكون فكره عدائيه انت بتطرحها لنفسك. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه، مشاكل ما بيننا وما بين الاخرين، يبقى لازم ان انا الم المواضيع، يعني ما اكبرش الدنيا، يعني ما اعملش مشاكل واحاول اني الملم الامور بقدر كافي. حاولوا كتير يا برج الحمل ان انتوا ما تعترضوش مع حد او ان انتوا تدخلوا في مجادله او منافسه مع حد. اليوم بالنسبه لك ممكن يبقى فيه تاخير تاجيل، فاليوم مش هيبقى مرضي ليك بقدر كافي. عشان كده ما تبقاش بتدخل بقلب جامد، ما تبقاش بتبتدي حاجه، ما تبقاش بتدخل في مشكله، فلازم تكون حريص كتير من طاقه اليوم. برج السور. برج السور خلي بالكم كتير، ده يوم مميز جدا ليكم، يوم مليء بالطاقه، مليء بالايجابيه. عندكم دعم من اصدقاء، هيكون في اشخاص كتير عايزين ان هم يقربوا منكم، يصلحوا معاكم علاقات، في تقارب وود والخ. فاذا اليوم حلو جدا، حاولوا كتير استغلال طاقه اليوم لنفسكم، سواء ان انتوا عايزين تبتدوا حاجه هيبقى عندك الطاقه الحلوه كتير في الامر ده. بالنسبه لك كمان هيبقى عندك اشخاص داعمين ليك في كتير او العديد من الامور. ده بالنسبه لبرج السور، فاذا هو يوم رائع جدا. الجوزاء. برج الجوزاء خلي بالكم كتير من القرارات التقيله، بمعنى التعاملات والقرارات المطلوبه منك او مشاوير تقيله مطلوبه منك، لازم تكون دقيق جدا جدا في القرارات دي، لازم تحسب لاختياراتك صح، لازم تكون واخد بالك من كل تفصيله بتحصل حواليك، لان هتحس بتقل مضاعف، هتحس ان انت عندك في امور ورقيه، امور قانونيه الخ، هنا هيبقى في زياده عليك من التقل، فهتحس كتير ان انت مضغوط نفسيا، تعبان، ان انت في حد حمل عليك. خلي بالك كتير ما تزودش انت احمالك، حاول تكون عندك سياسة كده في التعامل، عندك دبلوماسية في التعامل، ما يبقاش عندك الطاقة العدائية كمان بقرارات متسرعة. تمام، ده بالنسبة لي برج الجوزاء. اما برج السرطان، برج السرطان احنا عندنا يوم هيكون فيه علاقات عائلية وود وتقارب، جو حلو كتير، لان ممكن يكون في لقاءات بقالنا كتير ما شفناش الاشخاص دي، يعني بنلتقي باشخاص بقالنا كتير ما شفناهمش او ما تعاملناش معاهم. بالنسبه لك في توطيد للعلاقات، ود وتقارب واتصالات وتواصلات جيده جدا جدا، بتقدر تصل للي انت عايزه، يعني في غرض ما انت بتسعى اليه جدا جدا هتقدر ان انت توصل له. فاذا عندك وصول، عندك ايجابيه، عندك نفسيه كمان حلوه. هتحس كتير ان عندك مشكله وبتهدى، المشكله بتهدى، او في حلول بيتم طرحها من مشكله، يعني او بسبب مشكله. المشكله دي متعلقه بايه؟ متعلقه باشخاص، كامور عاطفيه او عائليه الخ، بس عندك في مشكله متعلقه باشخاص، فهيكون فيها اجراء للحلول. ده بالنسبه لبرج السرطان. برج السرطان خلي بالك كتير من احساسك، يعني ايه؟ يعني لما انت تبقى رايح مشوار، رايح تعمل موضوع، بتقرر قرار، حسيت ان عندك احساس انك تتراجع، اسمع كلام احساسك كويس قوي، صدق احساسك كويس قوي خلال اليوم. ده بالنسبه لي برج السرطان. اما برج الاسد، برج الاسد انت عندك يوم لازم تكون واخد بالك كتير من المتطلبات المهنيه، يمكن تكون عندك ضغوط مهنيه شويه، متطلبات ورقيه، متطلبات مشاوير، اجراءات، تعاملات، بس حاول كتير انك تكون اكثر يقظه، يعني واخد بالك من كل حاجه بتدور حواليك، واخد بالك من اختامك، من اوراقك، من التعاملات الماليه، من التعاملات المهنيه. لازم تكون حريص كتير من المتطلبات انك تكون قدها. خلي بالك كتير لو انت مثلا عندك حاجه ليها علاقه بانترفيو، لو انت بتسعى لحاجه كتير جيده في الشان المهني، لازم تكون مركز كويس قوي قوي، لان عندك اشخاص هيزايدوا عليك، هيتقلوا عليك، هيبقى في بعض الضغوط، بعض المتطلبات، وده هتحسه شويه لود او صعوبه
عليك جدا يا برج العذراء، يا برج الاسد. برج العذراء معلق معايا من اول الفيديو، ادينا هنتكلم على برج العذراء. برج العذراء احنا عندنا يوم هيكون كتير ايجابي، يوم كتير داعم جدا جدا، لان هيبقى فيه اشخاص داعمين لينا. اكتر وسائل الدعم او الاشخاص اللي هيدعموك فعليا هم من ابراج برضو الترابيه او الابراج المائيه. لا، وبرج الاسد الناري بيدعمك جدا، لكن في الشأن المهني، في تعاملات مالية، في بعض النصايح أو القرارات اللي تخص مستقبل مهني أو مالي. فبالنسبة لك أنت عندك كتير من الأشخاص الداعمين، يمكن يكون عندك أن أنت بتعرض مشاركة مهنية مع حد، وحد ده بيوافق، أو حد بينصحك نصيحة معينة، حد فيه مشاركة فكرية، يعني مشاركة فكرية يعني بنتشاور مع بعض على قرار أو على موضوع إلى آخره. فإذا في كتير من الأشخاص اللي هيشاركوك في الفكر وهيشاركوك بالدعم وبالنصايح من خلال أمور مهنية ومالية. ده بالنسبة لي برج العذراء جدا، ده بالنسبة لي برج العذراء. طيب أما بقى بالنسبة لبرج الميزان، برج الميزان انت هتخلي بالك كتير على الوضع الصحي، لان الوضع الصحي بالنسبة لك متقلب، هي اصلا فترة متقلبة صحيا لبرج الميزان جدا. حاولوا كتير ان انتوا تاخدوا بالكم من صحتكم، بنعاني من مشكله نهتم بصحتنا اكتر، نقص فيتامينات، نخلي بالنا كتير من اكلنا وشربنا. فاذا خلي بالكم كتير من الوضع الصحي، سواء كنا تعبانين من مشكله علينا معالجتها جدا. فاذا الوضع الصحي احنا محتاجين ناخد بالنا كويس قوي. النقطه الثانيه، لازم اخلي بالي كويس جدا جدا من اي حركه انا بقوم بيها، ممكن اتعور، اتعرض لبعض الخدوش، الحوادث الاخ. ممكن تسمع حاجة صحية عن حد مش لطيفة، فلازم تبقى واخد بالك كويس جدا جدا من الناس المقربين ليك كمان. ده بالنسبة لي برج الميزان، هو بس الوضع الصحي، لكن عندنا الأمور العاطفية جيدة جدا خلال اليوم. أما برج العقرب، برج العقرب يوم لذيذ قوي، يجب استغلال اليوم جدا، يوم مليء بالطاقة ومليء بالإيجابية ومليء بالعلاقات وبالدعم وبالتقارب. إذا كنا مرتبطين فهيبقى في علاقه حب ومشاعر جيده جدا ما بيننا وما بين الحبيب، هيبقى في لحظات تواصل جيده جدا جدا، هيبقى عندنا بدايات جيده للناس اللي هم مش مرتبطين حاليا، هيبقى عندك كتير بدايه، كتير حب، كتير مشاعر بتبتدي، اشخاص بيبقى في مشاعر ما بينك وما بينهم، قادر كتير على جذب علاقات ليك، هتحس كتير ان انتم مميزين او هتحس ان انت مميزه خلال اليوم. اليوم ممكن يكون في علاقات او حضور مناسبات، حضور تعاملات عائليه، بس بتحسوا ان انتوا اميز ناس في عارف كده، لما تحس ان انت احسن حد في الشله، او انت احسن لبس، احلى ستايل، الجو ده. فيكون برج العقرب نجم اليوم جدا جدا، فهيبقى عندنا نوع من التميز. زائد الناس المرتبطين او الناس اللي هم عندهم مواليد، هيبقى في تفاهم اكتر مع الاولاد، هيبقى يوم جيد كتير لتحسن العلاقات مع الاولاد او الاخوات او الاب والام. يوم حلو كتير في بدايه ليها علاقه بمواليد، او هنسمع حاجه متعلقه بمواليد. ده بالنسبه لي برج العقرب. اما برج القوس، برج القوس اليوم بالنسبه لنا هيبقى تقيل نوعا ما، في متطلبات عديده جدا جدا، بتسعى كتير الى الاستقرار، بتسعى كتير للخروج من المشاكل او خروج من المشاكل، بتسعى كتير انك تبرر موقف او ان انت تبرر وجهه نظر متاخده عنك سلبيه. بالنسبه لك انت بتسعى كتير انك تخلص مشاوير، اجراءات، تعاملات، فاذا انت بتسعى الاستقرار بكامل المقاييس، بس السعي ده وراه طوله. طبيعي جدا لما يبقى عندك مشاوير كتير واجراءات كتير وتعاملات كتير، فطبيعي جدا انك تحس بتقل المشاوير والاجراءات والتعاملات، طبيعي كتير. فده شكل اليوم بالنسبه لك. اما برج الجدي، يوم هيكون فيه ود وعلاقات وتواصل بشكل كتير قوي، حتى كمان تواصل فكري، قادر كتير على ان انت تربط الاحداث ببعضها وتطلع بالنتيجه ايجابيه، قادر كتير على. فبرج الجدي في علاقات طيبه، في كتير من التوازن الخاص بيه، تعاملات عائليه وتعاملات خاصه بصداقه، فهيكون في كتير تقارب حلو، تواصل حلو. يوم ممكن يكون فيه حضور مناسبات او لقاءات او رجوع علاقات قديمه. برج الدلو، برج الدلو احنا هيكون عندنا يوم في جو خاص بالمال او تعاملات ماليه، ممكن تكون في اجراءات بيع شراء، في عندنا حاجه ليها علاقه بمشتريات عديده، يعني مصروفات طالعه كتير من برج الدلو. فبالنسبه لك شكل اليوم تعاملات ماليه ومصروفات جدا جدا. هيبقى برضو بالنسبه لك اليوم مش ضياع فلوس، لا، هو يوم فيه اجراءات ماليه، يعني بشتري احتياجات، بخلص اللي ورايا، بدفع حاجات بفواتير، مش عارف ايه الخ. فده شكل اليوم جدا.
برج الحوت، برج الحوت احنا عندنا يوم هيكون لذيذ جدا جدا، يوم ايجابي، يوم مليء بالتعويض، يجب استغلال اليوم قوي. القمر موجود عندك بيدعمك بكل المقاييس. حاول كتير استغلال طاقة اليوم في انك تخلص اللي وراك وتنجز وتصلح علاقات وتبتدي بدايات هامة او تخلص مشاوير الى اخره. فده بالنسبة لبرج الحوت، يوم مميز كتير. ده بالنسبة لتوقعات اليوم، يوم 13 اغسطس. بشكركم كتير، بتمنى جدا اني اكون فدتكم. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في قناة، تفعيل الجرس. سلام.